قوات متمردة وحان وقت حلها، هكذا أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان حل قوات الدعم السريع التي تواجه الجيش في أزمة اندلعت منذ منتصف إبريل الماضي. مرسوم حل قوات الدعم السريع قضى بإلغاء القانون الصادر لسنة 2017، فكان يمنح قوات الدعم صفة قوة أمنية مستقلة، وألغيت تعديلاته لسنة 2019 التي جرى خلالها حذف مادة منه تلغي خضوعه لأحكام قانون القوات المسلحة، ما عزز من استقلاليتها عن الجيش. قوات الدعم السريع التي تواجه الآن قرار الحل خرجت من رحم ميليشيا الجنجويد التي قاتلت في صراع دارفور في العقد الأول من الألفية، واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لمساعدة الجيش في إخماد التمرد. مع مرور الوقت نما نفوذ هذه القوات واستخدمت كحرس حدود لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية وتأمين قوافل الذهب والتجارة. ومنذ اندلاع الحرب الحالية تواجه قوات الدعم والميليشيات المتحالفة اتهامات دولية بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور، وتهم بنشر العنف الجنسي وتنفيذ عمليات نهب جماعية في العاصمة الخرطوم. قرار البرلمان الأخير قوبل بحالة من الرفض من قوات الدعم التي توعدت باستمرار المعارك، فهل سيسهم قرار البرهان في إخماد نيران الاقتتال المشتعل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو الشهير بحمدتي؟